عبد الرحمن البزري يلي رح نستوضح منه الخبر يلي كنا قريناه بالصحف وتحديدا بموقع أساس ميديا منذ قليل عن مسألة تحذيره من استخدام سبوتنيك لايت، يلي بحسب ما ذكر الموقع أنه يعمد مستشار الرئيس الحريري دكتور غطاس خوري على استيراده. دكتور بزري صباح الخير. صباح النور لك ولضيفك وللأكيد المشاهدين. نعم دكتور، بهذه النقطة بالتحديد نريد من حضرتك أن تشرح لنا ما الفرق بين سبوتنيك في وسبوتنيك لايت، وما خطورة يعني استيراد سبوتنيك لايت واعتماده؟ لا، نحن لم نحذر من خطورة أحد. نحن كل شيء عم نقول أنه اللقاحات التي تدخل إلى لبنان من المفترض أن تدخل بصورة يعني سليمة إداريا وشرعا، ونحن بنقول أنه كل لقاح جديد يدخل إلى لبنان يجب أن يكون معروض على لجنة علمية بوزارة الصحة لتدرس إمكانية هذا اللقاح وجديته. نحن اللجنة اللي درسنا بالزمان سبوتنيك ووافقنا على سبوتنيك بناء على معطيات معينة اللي هي الدراسات التي أجريت عليه داخل روسيا نفسها، وبالطبع ونشرت ببعض المجلات العالمية بأكثر من دراسة، وافقنا على شيء اسمه سبوتنيك 5. هلا نحن عم نسمع انه ممكن يجي او دخل الى البلد سبوتنيك اللي بيسموه اللايت او 1 اللي هو دوز وحده. نحن بنقول انه هذا اللقاح حتى هذه اللحظه لا يوجد دراسات كثير واضحه عنه منشوره، لم يسجل في لبنان وحتى في روسيا هو في مرحله ثالثه، يعني مرحله ما يسمى المرحله الثالثه هي مرحله التقييم النهائي. اذا قد لا يكون امنا على من ما عملوا. ممكن بعد شهر لك يكون ان هذا احسن لقاح، ما في مشكله فيه، لكن حتى نحن المبدا هو مبدا ان يعني لا يجوز ان تدخل لقاحات الى لبنان لم يتم اختبارها كامله، لم يتم يعني التوصي بها بشكل بصوره نهائيه، لانه نحن مثل ما عم نشوف هلا انه انت عندك اللقاحات فيها مراحل، في مرحله الدراسات النهائيه اللي بتعطي اذا كان اللقاح فعال وامن، وفي مرحله حتى تم تقييم ما بعد استخدام هذه اللقاحات، وجزء من الاختلاطات اللي عم نشوفها نحن بلبنان او مش بلبنان، نحن بلبنان ما شفناها بس اللي عم تنشاف بالعالم. نعم. جزء من هذه الاختلاطات هي ناتجة عن عملية التقييم اللي بتصير حتى بعد اعطاء اللقاح. نعم بس دكتور، يعني اذا كان مستشار الرئيس الحريري دكتور غطاس خوري يعني يعمد الى استيراد طبعا بطلب من الحريري، يعني ربما هذا الامر، يعني هل يمكن ان يتم ذلك بدون التنسيق معكم كلجنة وطنية وأيضا مع وزارة الصحة، وهل يمكن أن تكون أطراف أخرى أيضا تعمد إلى استيراد هذا اللقاح سبوتنيك لايت بدون علمكم؟ خليني أقول شغلة، نحن نعرف أنه فات لقاحات بالماضي بدون علم حدا واستخدمت بلبنان، وجزء منها كان هو لقاح الفارما الساينوفارم يلي في كثير ناس من اللي استخدموه استفادوا، في كثير ناس من اللي استخدموه هلا عم ياخذوا جرعات اضافيه لانه طلعت فعاليته اقل من المتوقع. مش هيدي النقطه وهلا نحن عم نستخدم بلبنان عند الجيش اللبناني لانه طلع انه فعاليته بالاعمار اللي تحت ال 60 سنه تعتبر فعاليه جيده جدا. انا يعني بالعكس انا نحن دائما كنا عم نرحب باي مبادره بيقوم فيها اي طرف، وانا من اول الناس رحبت بمبادرة الرئيس الحريري بالماضي عندما أعلن عن وصول كميات كبيرة إذا بتتذكري منذ عدة أشهر. نحن بنقول إنه أي مبادرة بدها تكون يجب أن تكون خاضعة مثل أي شيء ثاني آخر إلى الإجراءات الضرورية. نحن حتى هذه يعني هل يمكن منع أنا مش أنا اللي أنا هذه اللقاحات أنا مش أنا اللي بمنع، وزارة الصحة اللي بتمنع، أنا طرف علمي عندي صلاحية واحدة علمية، بدهم برجع بقول لهم مرة ثانية، هذه الصلاحية هن عاطينا إياها نحن كمجموعة علمية أن ننظر إلى اللقاح، أن نجد أن اللقاح هو صالح وأمين وجيد استخدامه، وكل شيء عم نقول إنه وردت عم نقال إنه نجيب لقاح لحتى وممكن حتى توزع بالبلد منه. هذا اللي بدي أسألك إياه، يعني معلوماتكم بتقول دكتور إنه دخل اللقاح فعلاً أصبح موجود في لبنان؟ ما بعرف هذه المعلومه تسال وزاره الصحه عنها. نحن كل شيء بنقول انه هذا اللقاح لم يخضع لدراسات كافيه بعد، هلا مراحل تقييمه بروسيا بمراحلها النهائيه بعد ما خلصت الدراسات النهائيه عنه، وبلبنان لم يقدم ولا ملف علمي فايل علمي عنه، لذلك نحن عم نقول حتى ما نوقع شوي بالفوضى اللي وقعنا فيها بالاول، ولحتى نضلنا متابعين اللقاح اللي هو نحن بنعرف انه هدفه الرئيسي حماية الأفراد، حماية المجتمع وعودة الحياة إلى لبنان،
الطريقه الوحيده لحتى ما نقع بالفوضى مره ثانيه، وما حتى يصير في لغط حول مين تلقح ومين ما تلقح ومين اخذ لقاح برا واخذه بلبنان وشو بنعمل فيه اللي اخذ اللقاح بلبنان بدون ما يسجل حاله، وكل هالنقاط عم نقول يجب ان يكون كل شيء خاضع لمراقبه علميه. المراقبه الاداريه طبيعي هي صلاحيه الوزاره، نحن صلاحيه دكتور بزري. ختاما هل تواصلتم مع دكتور غطاس خوري بهذا الخصوص ام الكلام أنا على الاعلام فقط؟ لا 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 ابدا، بالعكس انا يعني بالعكس غطاس صديق وزميل، واتصلت فيه مرتين بالماضي، يعني بالماضي كان في تواصل سابقا حتى حول اللقاحات السابقه، اتواصلت هالمره معه مرتين يمكن ما قدرنا نحكينا مع بعضنا على التليفون لاسباب عديده. انا بتواصل من باب الاستفسار وحتى من باب التسهيل، يعني نحن اي شيء هو علميا قابل لأن يعني أنه نطلع له علميا بصورة دقيقة ونلاقي أنه هو سليم وصالح للاستخدام عند اللبنانيين نحن ندعمه، نرجع بنقول بالعكس نحن بنرحب بأي مبادرة، كانت سواء كانت نعم. مبادرة تجارية أو كانت مبادرة بسموها اجتماعية، وإن شاء الله منتبع هذا الملف. وأنا برجع بقول أنا عم بطلع فيه من الباب العلمي، ولا إذا بدنا نتجنب التجارة والسياسة بهالموضوع. شكرا لرئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري.